السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا إلى الكلمة رقم 17، كلمة administration. administration. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready, write all the phrases. so you need a notebook. حضر الكراس, a pencil, القلم. just 2 minutes. say after me 5 times aloudly. كرر العبارات 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح وبشكل جيد، وأيضا اكتبها في كراسك. please subscribe and اضغط على إعجاب لهذا الفيديو وشارك كل أصدقائك بعد إنهاء هذه الحلقة. administration. قل بعدي administration. إدارة أو حكم أو قسم أو قسم، عفوا، administration إدارة حكم أو قسم. قسم، نعم. المثال الأول: the farmers hold the administration responsible for the mess. نقرأها بشكل بطيء حتى نتعلمها. the farmers المزارعين hold the administration يحمل المزارعون الإدارة responsible مسؤولية الفوضى for the mess. The farmers hold the administration يحمل المزارعون المسؤولية responsible for the mess مسؤولية الفوضى. نأخذ المثال الآخر: the university administration إدارة الجامعة took their demands seriously أخذت مطالبهم أو شكاويهم على محمل الجد. The university administration took their demands seriously. بجد، على محمل الجد. نأخذ المرادفات لكلمة administration: management, judgment, section يعني قسم مثل ما قلنا سابقا. administration العبارات، أهم العبارات: administration office مكتب الإدارة, the administration of justice, arts administration. إذا احفظوا هذه الكلمات وتابعونا في الحلقة القادمة، اضغطوا على إعجاب وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. شكرا على المتابعة.